ما شاء الله تبارك الله. نتكلم عن موضوع جدا مهم، كثير منكم يعاني خصوصا بالصوص من ناحية التدفئة. بغيت تقوس درجة حرارة غرفة بالتدفئة، حطيت الدفايات وحطيت الإنارة، قيسها من أخفض منطقة بالأرض، تجيب نفس الجهاز هذا وتنزل حساسه أقرب نقطة بالأرض، لكن لا تقربه للأرض، ارفعه شيء بسيط بس عن الأرض. بالحالة هذه تأخذ درجة حرارة الغرفة الصحيحة، لكن في أمر جدا مهم ينقصك، غير الدفايات وغير الإنارة عشان تزود درجة حرارة الغرفة. الأمر ألا وهو لازم تحط خلط درجة حرارة الغرفة. كانت عندي المشكلة هذه، لكن يوم حطيت الخلط نظام الخلط جدا ارتحت. بعضكم ياسر يقول وش فكرة الخلط؟ فكرة الخلط إنك درجة حرارة الغرفة اللي فوق لازم تصير نفس اللي تحت. طريقته جدا سهلة، نفس فكرة المشاريع لكنه مصغر شوي. أنا كان عندي نفس المشكلة وتلافيتها يوم حطيت مروحة الخلط. هذا النظام الخلط، هذه المروحة، قلت لكم مروحة خلط، مروحة عادية ترى، مروحة شفط ما فيها أي اختلاف، لكني حط له مفتاح دايمر عشان أبدأ أتحكم بها، أو مفتاح تحكم، سمى ما شئت مشيت أوصل لك المعلومة. أنا ما أبي لها وصل قوي، أبي تصير منظمة عملية تحرك المروحة. مهنة المروح مثل ما قلت أنها تخلط خلط، دائما إذا دخلت الغرفة تلقاه جدا عالية حرارة فوق، لكن تحت أخفض منطقة تلقاه باردة. فهذه فكرة باختصار، شيء مبسط. هل جابت نتيجة؟ نعم جابت نتيجة معي جدا مرضية. مزين النظام الغرفة عندي نفس نظام العنبر لكنه مصغر، روحة خلط زائد حساس، هذا الحساس جدا مهم. الحساس هذا إذا ارتفعت درجة حرارة الغرفة عن المطلوبة رايح تشتغل عندي مروحة الطرد، ثانية خارجية تطرد على برا الهواء الزائد أو الحرارة الزائدة، لمن توصل للدرجة اللي أنا أبيه، ثم تقفل مروحة الشفط. نفس الطريقة هذه، هذه الحين درجة حرارة الغرفة حاليا. لو خفضنا درجة حرارة الغرفة راح تشتغل عندي مروحة الشفط، اللي هي هذه تبدأ تشتغل عندك مروحة الطرد إلى ما توصل درجة الحرارة المناسبة، ثم يقفل عندك. هل هالطريق هذه تريح؟ جدا تريح جدا، إن شاء الله تحافظ على صوصك، تحافظ على حلالك بإذن الله. ناس فكرة العنابر لكنه مصغر، شيء على قد يعني، وأنا أصور لكم والله من واقع تجربة، أبي الكل يستفيد إن شاء الله. أنا وصلت المعلومة قدر الإمكان، أحاول أختصر، أدري في أشياء كثير ممكن تعديتها، لكن أنا قلت ودي أختصر، ما أننا وقت سرعة فدائما المعلومة البسيطة هي اللي توصل بسرعة. أدري إن كثير منكم بيدخل بحسابات، أنا الغرفة لازم يصير عرضة كذا، طولة كذا، عنبر كذا. أنا قلت لكم أتكلم عن شيء بسيط يعني على قدنا حنا، ما أتكلم عن عنابر كبيرة. أبي الفائدة تعم بإذن الله، وأحيانا مثل ما قلت لكم اختصارات كثيرة عشان توصل المعلومة. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.